حسين وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد تأوى الوحوش بها فسرب رائح بفناء ساحتها وسرب غادي ولقد وقفت بها وقوف موله وبمهجتي للوجد قد حزنادي أبكي بها طورا لفرط صبابتي وأصيح فيها تارة وأنادي يا دار أين مضى ذووك أمالهم بعد الترحل عنك يوم معادي يا دار قد ذكرتني بعراسك القفرى عراس بن النبي الهادي لما سرى عنها ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولاد مذ كاتبوه بن الشقى أقدم فليس لنا من إمام هادي لكنه مذ جاءهم غدروا به واستقبلوه في ضبا وصعادي تبا لهم من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد قد شتتوهم بين مأسور ومقهور ومنحور بسيف عنادي هذا يابسا مرة وذاك بكربلا وبطوس ذاك وذاك في بغداد شلها الوادم عليكم يشراف العرب يمجاد خلاكم شتت بالبر منكم كل قبر ببلاد وصى المصطفى بيكم وهم سووا عكس ما راد ياه الماقض بالسم وكبدا مرد وتخذم وحتى الطفل ما يسليم والعريس من عدكم بدم النحر يتحن هضمتكم يا هل هالبيت من عدها يشيب الراس خلت شتل هذا نقول عادة وجرت عند الناس لكن الجثث بالخيل هايب يا شرعة الناس والنسوان يسبوها وعلى الهز اللي يرجبوها.